Bonjour chers élèves, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les questions les plus fréquentes aux examens de français pour les 5e année primaire. أهلاً يا أصدقاء، مرحبا بكم أيها الأطفال الصغار في فيديو جديد أين سنرى معاً جميع الأسئلة المتوقعة والمتكررة بقوة في شهادة التعليم الابتدائي فيما يخص مادة اللغة الفرنسية كما تعلمنا في المدرسة فهم السؤال هو نصف الجواب لذا أردت أن أشارككم هذا الفيديو لتتمكنوا من فهم جميع الأسئلة حتى تتمكنوا كذلك من الإجابة عليها بسهولة عندنا la première question c'est une question de compréhension السؤال الأول يكون بمجرد فهمكم للنص لذا أكرر دائما يجب قراءة النص مرة مرتين ثلاثة إلى غاية فهم النص فهما جيدا يعني بمجرد فهمكم للنص تتمكنون من الإجابة عن هذه الأسئلة La première question donne un titre au texte ou bien donne un titre à ce texte يعني وضع عنوان جديد للنص أو وضع عنوان للنص بمجرد فهمكم عن الموضوع الذي يتكلم عنه الكاتب في النص ستمكنون بسهولة من وضع عنوان للنص سؤال ثاني choisis ou bien coche la bonne réponse choisis coche la bonne réponse choisis ou bien coche يعني اختر أو ضع علامة على الإجابة الصحيحة سؤال ثالث De quoi parle-t-on dans ce texte يعني عن ماذا يتكلم الكاتب في نصه عن ماذا نتكلم في هذا النص يعني الموضوع الذي نتكلم عنه في هذا النص Quatrième question السؤال الرابع De quel s'agit-il dans ce texte هنا capable يكون عطينا animal يعني حيوان ville une ville يعني مدينة produit يعني منتج ولا أي شيء آخر إلى آخره يعني الحاجة الشيء الذي يكون يتكلم عنه الكاتب في نصه ماذا يمثل بمجرد فهمكم للموضوع الذي يتكلم فيه الكاتب ستتمكنون من معرفة ماذا يمثل هذا الشيء La cinquième question, mais ou bien répond vrai ou faux. يعني هنا نضع صحيح أم خطأ. هذا السؤال يتكرر بكثرة يعني لا يكاد يخلو موضوع منه وما علينا إلا معرفة الإجابة الصحيحة من الإجابة الخاطئة أما فيما يخص السؤال الأخير هو غالبا يكون الإجابة عنه تكون مباشرة من النص يعني question à répondre directement à partir du texte يعني تكون سؤال مباشر حسب الموضوع كانت هذه جميع الأسئلة التي يمكن أن تطرح في السؤال الأول والثاني من موضوع شهادة التعليم الابتدائي نذهب إلى السؤال الثالث لا تنسوا فقط أعزائي الصغار كتابة وتدوين كل هذه الأسئلة لتفادي النسيان La troisième question, c'est une question de vocabulaire. Donne le synonyme de, يعني أعطي المرادف للكلمة التالية. يعطى لنا أو تعطى لنا كلمة ويطلب منا إعطاء مرادف هذه الكلمة يعني الشرح. Ou bien donne l'antonyme, يعني le contraire, l'antonyme يعني مضاد الكلمة التالية. Donne un adjectif ordinal, cardinal ولا qualificatif. الكثير من التلاميذ يجدون صعوبات لاستخراج ولمعرفة وللتفريق بين الأدجكتيف أوردينال، كاردينال، كاليفيكاتيف خصوصا أوردينال إي كاردينال يجدون صعوبات في ذلك لذا قررت وضع فيديو توضيحي يحتوي على شرح مبسط لهذا الدرس ستجدونه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله La quatrième question, c'est une question de grammaire, يعني قواعد La première question, تقول سيبار les éléments de la phrase suivante يعني أفصل العناصر الموجودة في الجملة التالية يعني هذا النوع من الأسئلة تجدونه بكثرة في الجزء المخصص للقواعد
سؤال أول قلنا سيبار لي زيليمون دو لا فراز، يعني تفريق جميع العناصر الموجودة في الجملة التي تعطى لنا. السؤال الثاني entoure le sujet, encadre le verbe et souligne le complément d'objet direct et le circonstanciel de lieu. هنا نفس الشيء، يعني نفس السؤال، فقط طريقة طرح السؤال تختلف. entoure le sujet يعني وضع دائرة حول الفاعل أي حول الموضوع. encadre le verbe يعني نؤطر الفعل، encadrer يعني تأطير. et souligne le complément d'objet direct يعني نسطر على المفعول به أو على ظرف المكان أو ظرف الزمان. هذه هي جميع الأسئلة، فقط طريقة تختلف. troisième question، السؤال الثالث remplace le sujet par un pronom de conjugaison. remplace le sujet par un pronom de conjugaison يعني هنا راه طلب منا تبديل الفاعل، تبديل الفاعل بأحد الضمائر الآتية il, elle, il au pluriel أو elle au pluriel، يعني هنا ما علينا سوى تغيير الضمير الموجود في الجملة المعطاة بأحد الضمائر التالية il و elle au pluriel يعني هم وهن أو il et elle au singulier يعني في المفرد. Et la dernière question utilise les déterminants possessifs mon, ton, notre, votre, ma, mes يعني جميع ضمائر الملكية كنتم قد درستموهم وقد وضعت مسبقا فيديو حول هذا الدرس ستجدونه في القناة. Et on va voir maintenant la cinquième question qui concerne la conjugaison يعني سؤال الخامس حول تصريف الأفعال. السؤال الأول la première question complète يعني يعطينا جملة ويطلب منا تصريف الفعل حسب الضمير. Et la deuxième question réécris cette phrase en commençant par il, il au pluriel, elle au pluriel, elle etc. يعني هنا يطلب منا إعادة كتابة الجملة بالبدء بإحدى الضمائر ولا بأحد الضمائر التالية هو هم هن إلى آخره. La troisième question écris les verbes entre parenthèses au présent ou la futur etc. هنا السؤال راه مباشر يعني كتابة الفعل الذي هو بين قوسين أو تصريفه إلى الحاضر أو المستقبل. هذا النوع من الأسئلة يتكرر بكثرة، لذا il faut maîtriser la conjugaison يعني حفظ أو هضم قواعد الصرف عن ظهر قلب. La quatrième question conjugue au présent ou là au futur etc. conjugue au présent يعني نفس السؤال صرف إلى الحاضر أو المستقبل. mais au présent أو نفس الشيء mais au présent ضع الأفعال التالية في الحاضر أو المستقبل. والسؤال الأخير complète par le verbe être, avoir, finir, aimer etc. au présent ou là au futur يعني هنا إكمال الجملة بالفعل المناسب أو بالفعل الذي يشرط لنا وضعه. être يعني l'auxiliaire être et avoir كنتم قد درستموه، le verbe aimer finir كنتم قد درستموه، ولا بد من حفظ هذه الأفعال. la sixième question هي la dernière question آخر سؤال اللي هو d'orthographe يعني آخر سؤال سيكون حول الإملاء d'orthographe. La première question transforme ou bien met au féminin ou là au masculin يعني حول إلى المؤنث ولا المذكر. والسؤال الثاني deuxième question transforme يعني ضع ou là ضع au pluriel ou là au singulier يعني حول إلى الجمع أو المفرد. هذه الأسئلة تتكرر بكثرة يعني في الفروض في الاختبارات وحتى في مواضيع شهادة التعليم الابتدائي. وآخر سؤال réécris cette phrase en commençant par la, le, les, un, une, des, etc.
هنا يطلب منا إعادة كتابة الجملة بالبدء بلا لو لي إتسيتيرا. كانت هذه جميع الأسئلة المتكررة والمتوقعة في شهادة التعليم الابتدائي. سنرى إن شاء الله فيديوهات أخرى أين سنتناول مواضيع مع الحل النموذجي. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.